صباح الخير. الأنظار تتجه داخليا إلى المساعي لاستئناف الحوار اليوم بين تيار المستقبل وحزب الله وغدا في مجلس النواب، والجهود المبذولة للانطلاق بتنفيذ خطة النفايات. وخارجيا الأنظار تتجه لتداعيات الانخراط الروسي في الحرب السورية، وبالطبع أكيد تداعيات على لبنان. كلها عناوين سأناقشها في حلقة اليوم مع ضيفي الأستاذ نوفل ضو، عضو الأمان العام لقوى 14 أذار. أستاذ نوفل صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. الأنظار تتجه كما قلت لطاولة الحوار التي ستستأنف غدا، والجديد بهالإطار موقف العماد عون المتأرجح بين الحضور وعدم الحضور. كاريكاتير الشرق تناول هالموضوع، فرسم العماد عون عم ببصر بأوراق زهرة ويقول بروح ما بروح، بروح ما بروح، بروح. رح يروح ولا ما رح يروح؟ رح يروح البلد، يعني كان أفضل ما يقول بروح ما بروح، بروح ولا بروح البلد، بروح ولا بروح البلد. بالنهاية يعني العماد عون عطول بتبلشي لي فيه مضطر استعمل السلبية. المشكلة في هذا الرجل يعني تكاد تكون موازي لعمر المشكلة يلي عم بيعيشها البلد. هلا عم بحضر لمظاهره ب 11 تشرين، نعم، قدام القصر الجمهوري، وكانه يعني بده يذكرنا تمام انه التاريخ بيعيد نفسه بكل مشاكله بكل ازماته، وانه الازمه اللي عم نعيشها اليوم هي ازمه تعود الى عمليا الى 1990 و 1989، وقت اللي هو تسبب فيها نتيجه تعطيله لاتفاق الطائف. وإذا بترجعي بتاخدي السياق التاريخي للمشاكل اللي عم نعيشها اليوم، نعم، بتلاقي أنه كل هذا السبب يلي على كل أسباب ما نعيشه اليوم ناتج عن تعطيل العماد عون للاتفاق يلي تم التوصل إليه بين اللبنانيين للخروج من حالة الحرب من سنة، نعم، 89 لليوم. سياسة العماد عون أدت إلى أنه سوريا توضع إيدها على لبنان، إلى تعطيل اتفاق الطائف، وإلى إيصال البلد إلى ما وصل إليه من شرزم اليوم، ومن تفتيش عن كيفية إعادة عمل المؤسسات الدستورية في لبنان، وكيفية الخروج من حالة الفساد يلي تسبب فيها، نعم، تعطيل عمل المؤسسات الرقابية وعمل المؤسسات السياسية في البلد، وتعطيل عمل الدستور والقوانين في لبنان. طالما العماد عون أستاذ نوفل مثل ما تفضلت وقلت قادر سواء بشخصه أو من خلال كتلته أنه يجعل الواقع بهذا الشكل، يعني في مشكلة بمحل معين أنه شخص أو فريق بيقدر يعطل البلد هو بكامله. وين ما كان برجع بقلك يعني صندوق التفاح، تفاحة مهرية بتهريها كلها، مش معناتها أنه التفاحة المهرية هي القوية وأنه التفاحة المهرية هي اللي لازم تسيطر على بقية التفاحات. بس أنا برجع بقلك أنه اليوم التخريب ما في أسهل منه، والبناء عملية صعبة جدا. كيف ممكن تلقف هذا الأمر؟ بده قبل كل شيء يعني قبل كل شيء الرهان الأول والأخير هو على الشعب اللبناني أنه، نعم، يكون واعي ولا يصفق لمثل هذه السياسات الرعناء ولا بأي شكل من الأشكال ومن أي جهة أتت. وبالتالي اليوم يعني على الشعب اللبناني أن يتحلى بما يعني بما يجب أن يتحلى به من الثقافة السياسية والوعي السياسي ليقدر يقرأ تاريخه الحديث ويرجع يستعيد بالذاكرة كل الأحداث والمسلسلات ومسلسلات المشاكل يلي صارت بالبلد من سنة 89 لليوم، تقدر يعرف أنه ما بيجوز أنه يرجع يسمح لهذا الرجل، نعم، أن يتحكم بمصير لبنان وأن يتحكم بمصير شعبه على هذا الشكل. نعم، ولكن كل المقالات يلي تناولت موضوع 11 تشرين لا تتفق مع ما تقول أستاذ نوفل. اليوم ابتسام جديد بجريدة الديار بتقول زعيم الرابية يريد ب 11 تشرين أن يفرض مرة أخرى معادلة الأمر لي في يعني الشارع المسيحي، بس بشو وبإعادة التمثيل المسيحي لسابق أوانه. يا ستنا مش هيك صار بسنة 89 وكسرنا جرار وشعبك جاي وعونك جاي من الله وحطينا له الدهبيات من هون بين ايديه وطلعت العالم تروقت كنافي ونصبت خيام بالقصر الجمهوري واللي بدك اياه، مش نتيجه انه هذا منه قصر رئاسه الجمهوريه مقر رئاسه الجمهوريه، هذا قصر الشعب طلعوا اقعدوا فوق انتم، هذا القصر لكم. طيب وين وصلتنا هذه السياسه؟ وين وصلتنا ليش عم بيتم بيرجع التجاوب معه؟ رح اكمل النقاش بهالفكره بس لحتى ما نطرق كثير معنا معالي الوزير نائب الاستاذ ياسين جابر عضو تكتل او كتله التنميه والتحرير لنشوف الرئيس بري على ماذا يعول بهذا المجال وبتفاؤله اليوم لجريده المستقبل بقوله انه الحوار ماشي. معالي الوزير صباح الخير.
صباح الخير ست رولا لك ولضيفك استاذ نوفل. صباح الخير. اليوم رئيس بري يعني بقول لجريده المستقبل الحوار ماشي والجميع اكد حضوره حتى الان، ولكن العبره بالنوايا، هل عند الرئيس بري معطيات هيك مفاجئه بهذا المجال، وما الذي يجعله الى هذا الحد متفائلا بظل المواقف هيك التصاعديه؟ يعني واقعا ست رولا يعني طبعا هناك معطيات وهناك جهود بذلت وهناك لقاءات حصلت، بتعرفي كان في لقاء مع الوزير ابو صعب، وعلى كل حال يعني هو حتميه حضور طاوله الحوار، لانه انا يعني اتساءل عن من يستطيع ان يتحمل مسؤوليه تعطيل هذا الحوار. يعني في نهايه المطاف المجال الوحيد المتاح اليوم امام القيادات اللبنانيه هي ان يعني تبقي الحوار فيما بينها، وان تبادر الى يعني ايجاد بعض المنافذ للازمه القائمه. وكمان هدول القياديين اللبنانيين الذين يجلسون طاولة الحوار عليهم ان يتذكروا انه الامور ليست امور شخصيه، بل هم يعني من مواقعهم مسؤولين عن اللبنانيين، عن لبنان، عن مستقبل البلد. واي مراقب اليوم حتى اليوم صباحا يعني اذا بتقري جريده السفير الشق الاقتصادي فيها بتشوفي شو المؤشرات الاقتصاديه كيف عم تدهور. نعم. فواقعا يعني معلش انه مطلوب من الكل ان يتحمل المسؤوليه. اليوم في بمواضيع معينه تسويه كان صار سوء تفاهم عليها من خلال تسريبات معينه، ولكن يعني انا برايي البلد بحاجه الى يعني تنفيس الاحتقان فيه. البلد بحاجه انه يتحمل الجميع مسؤوليتهم. تعرفي رولا يعني اذا حتى اليوم اذا استطعنا من خلال هذه التسويه ان نفعل عمل الحكومه وان نفعل المجلس النيابي وان نبذل بعض الجهد في المجال الاقتصادي والانمائي، وحتى لو استطعنا ان ننتخب رئيس جمهوريه، إذا استطعنا أن نقوم بكل ذلك يمكن نقدر نتصدى للتحديات الموجودة. أما يعني ما بعرف إذا فشلنا أو فشل القياديين، نعم، وبقي التعطيل وبقي الحالة المزرية اللي عم نعيشها بالبلد، فيعني المستقبل مظلم جدا. فأنا من هون برجع بقول ما بعتقد حدا بيقدر يتحمل مسؤولية تعطيل الحوار وإقفال كل المنافذ على التسويات. يعني بتقول معالي الوزير إنه ما في صحة للكلام اللي عم ينقال إنه العماد عون إنه يمكن ما يروح على هذا الحوار. بعدين بفهم من كلامك إنه موضوع التسوية رح يكون مطروح على طاولة الحوار. يعني ما هو الحوار بحد ذاته هو مناسب وللرئاسة الحوار على أساس. لا ما هو انت في كذا بند يا ست رولا، ولو ما انت خير من يعرف انه في عده بنود على الامشاك. البند الاول هو بند الرئاسي بالتاكيد. نعم. لانه الرئاسي هي الاهم، ولكن نعم في بنود بعض منها، تفعيل الحكومه، تفعيل المجلس، قانون الانتخاب، يعني كل هذه بنود موجوده على جدول الاعمال. نعم. الواقع اليوم البلد في حاله مزريه، البلد بحاجة يعني زبالة ما كلته، الاقتصاد عم يتدهور وبسرعة. مثل بتعرف انت دايما بيقولوا انه يعني مع الانطلاق يعني انه وتيرة التردي عم بتزيد. نعم. يعني خبر واحد اليوم مثلا موجود هو انا بعرفه من شهرين ثلاثة، بس اليوم عادة السفير نشره، مثلا تراجع تحويلات اللبنانيين 3 مليار دولار. نعم. مثلا نمو عجز هذا ميزان المدفوعات صار في عجز 1620 مليون دولار. مثلا تراجع واردات الدوله، تردي القضيه، يعني شو بدك مؤشر اقتصادي؟ يعني كيف عم بتطلع على تابلو كهرباء كله عم بضوي احمر فلاشينج ريد؟ مشكله ما حدا عم بشوفه معالي. ما هو يا ريت انا يا ريت بيقدروا يبلشوا يشوفوا ويعرفوا انه البلد ما بقى يتحمل. يعني ما فينا نتدلل هالقد. ان شاء الله نتدلل هالقد. نعم. بدها تحمل مسؤوليه، بدها الكل ينزل بنيه تسهيل الامور مش بنيه تعقيدها، وبمعرفه انه هو مسؤول عن شعب، مش انه بس نازل. يعني بتعرفي انه اليوم الواحد بيصير زعيم بيصير هو خلص مهتم بزعامته، لا، في شعب كلفك بهالزعامه، انت مسؤول عن حل مشاكله.
إن شاء الله خير معالي الوزير ياسين جابر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. سمعت الوزير ياسين جابر أنه ما حدا عنده طرف تعطيل هذا الحوار، ولكن هل ستنا أنا اللي بدي أسأل سؤال، وهون اللي بيختلف أنا والرئيس بري وأنا وفريقه السياسي، أنه بيقول مين له، مين بيسترجي أو مين بياخد مسؤولية تعطيل الحوار؟ نعم. ما بسأل هيك، مين بيسترجي عطل المؤسسات؟ مش الحوار، الحوار مش مؤسسي، طاولة الحوار مش مؤسسة. يحكونا بهذا الكلام عن مجلس النواب، يحكونا بهذا الكلام عن رئيس الجمهورية، يحكونا بهذا الكلام عن مجلس الوزراء، مش يحكونا بهذا الكلام عن طاولة حوار ما لها أي معنى. وأنا بدي أقول لك شغلة، اليوم البديل عنا يعني. يا ستنا طاولة الحوار من سنة 2006 لليوم كانت طاولة تكاذب، ما أخذت قرار ونفذته. اليوم الأمر أليس مختلفا؟ لا أبدا، يعني منا الأمور أخطر من أي وقت ما ولا منا اليوم منا أخطر مما كانت عليه من بعد ب 88 و 89 و 90 يوم توصلنا إلى اتفاق لا يزال صالح لمرحلتنا. أنا اليوم إذا بجيب اتفاق الطائف والظروف اللي صار فيه وبسقطه على الواقع السياسي اللي نحن فيه اليوم، تشبه اليوم مش ذات الشيء. أنا بدي لك باخد اتفاق الطائف، شو قال؟ بيجوا النواب من الطائف بينتخبوا رئيس جمهورية. نعم. رئيس الجمهورية بيشكل حكومة وفاق وطني، مش هيك؟ هالحكومة بتحل مشكلة مجلس النواب اللي كان مشكوك بشرعيته. نعم. خلينا نرجع نتذكر، مش هيك بوقتها؟ نفس الإطار. وخلال سنتين الدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية بتبسط سلطتها على أراضيها بقواتها الذاتية، بتحل الميليشيات خلال ست شهور، والجيش السوري بينسحب من لبنان خلال سنتين. خليني اجي اخذ هذا الاتفاق مثل ما هو بين اللبنانيين، ونجي نقول مجلس النواب على علاته مثل مجلس نواب 72 ينتخب رئيس جمهورية. هل رئيس الجمهورية بشكل حكومة وفاق وطني، اتحاد وطني، اللي بدك اياه؟ هذه الحكومة بتحل مشكلة التمثيل النيابي وبنفس الوقت بتحل الميليشيات، حزب الله بيسلم سلاحه للدولة اللبنانية خلال ست شهور، والدولة اللبنانية بتبسط سيادتها ونفوذها على الأراضي اللبنانية خلال سنتين. وهون فينا نجي نعتبر انه حزب الله اليوم هو جيش سوري، منقول بيروت الكبرى والمناطق هي يلي بيخضع على الست شهور، والسنتين يلي هي الى ما بعد ظهر البيدر مثل ما كانت على ايام السوريين، نجي منقول النقاط الحدوديه تنفترض يلي بتستلزم مواجهه مع اسرائيل والى ما هنالك، منبقي فيها هذا السلاح لمده سنتين بانتظار الجيش اللبناني، علما انه هذا البند صار محلول لانه صار في قوات دوليه وصار في جيش لبناني قادر وفاعل وما عاد في له لزوم. وبالتالي اليوم اللي بده يكون عنده فعلا حسن النيه بالحل، مش بيجي بيقول مين بياخد على مسؤوليته تعطيل الحوار، مين بياخد على مسؤوليته. شو بيعمل استاذ نوفل؟ ما بيجي بيقول لك شو بيعمل، هذا الحل. مش نحن متفقين على الطائف؟ عم تغفل تطور كتير مهم عم بيصير بالمنطقه. شو التطور؟ جديده طائرات الروسيه. لا التطور بوقتها ستنا، التطور بوقتها كان العراق فايت على الكويت مثل ما انه صاير هلا، وكان في تحالف دولي عم بحرر الكويت مثل ما انه عم بيصير هلا. ما كان على سوريا على حدودك. شو الفرق؟ يعني شو الفرق؟ بتعرف احد العونيين علق على الفيسبوك بالقول انه طائرات، احد العونيين او الباسيليين؟ بالتيار الوطني الحر. بقول انه طائرات سوخوي اللي اخرجت عون من بعبده بالتسعين راجعه اليوم لترده وترد الحق لاصحابه، يعني لك في رهان على تطورات عم بتصير بالمنطقه قد تقلب المعادله وترجع ترفع حظوظ العماده. هودي الطيارات الروسيه عم بينطرح علامه استفهام اذا رح يقدروا يبقوا بشار ولا لا. ما هي المشكله وين؟ هي المشكله بالعماد عون وبفريقه السياسي، انه اذا بتتذكري بال 89 وقت اللي صدام فات على الكويت، تعتبر انه صدام فات على الكويت تيجيب ميشيل عون رئيس جمهوريه. مش هيك فتنا بالحيط بوقتها؟ ولكن سالوا للعماد عون، قالوا له الامريكان الاسد العماد عون بيوصل للرئاسه، يعني انا بيوصل لي حقي. اذا العونيين بيقولوا اذا بقي الرئيس الاسد، يعني في محور انتصر، هل انتصار يترجم بوصول العماد؟ عظيم، انا بقبل خلي يقوم العماد عون يقول اليوم اذا بقي الرئيس الاسد انا بعمل رئيس جمهوريه، وبالتالي خلي ساعة الشعب اللبناني يحاسب انه العماد عون هو امتداد للرئيس الاسد، ويفرجينا هالكذب اللي عمره من سنه 88 لهلا لوين وصلت. نعم، ولكن باخر كم سنه لم يقل العكس، يعني راح على سوريا اكثر ما قال انه ما في اسرى. انا برجع بقول لك انا يعني بقبل ما انه مستحي العماد عون بهذا الحلف، ما انه مستحي، بس يعني بالنهايه ما بعرف اذا الناس كلها سوا اللي ماشي وراه بتستحي ولا ما بتستحي. هو ما بيستحي لانه طقشلش الحياه. نعم. هلا ما بعرف اذا الناس اللي ماشي وراه المظاهر اللي عم بتفرجيها داعش للناس ما عم بتخليهم يقتنعوا معه بهذه الفكره. اول شيء انه مين قال البديل عن بشار الاسد هو داعش؟
على الأقل نجح بتصوير هذا الأمر للمجتمع الدولي قبل اللبناني. كذب على العالم قد ما بدك العماد عون، وكسروا له جرار وعطوا ده بياتهم، مش هيك؟ وين أخذهم بالآخر؟ وين أخذهم بالآخر؟ نرجع نقول انه اليوم ما بيكفي عملية الانفعال، ما بيكفي عملية الغريزة، ما بيكفي اي عملية الى علاقة بالعاطفة بالتعاطي مع الشأن الوطني. بدنا معادلة سياسية واضحة، بدنا قراءة سياسية واقعية، بدنا نتعلم من تجارب الماضي. اذا ما تعلمنا من تجارب الماضي لا فينا نبني حاضر ولا فينا نوصل على مستقبل. هيدي قواعد بالحياة العامة، قواعد بالحياة السياسية، قواعد بالمسار التاريخي. هيدي مش انا عم بخترعها، هيدي من المسلمات بالتعاطي بالشأن العام. علينا كلنا سوا انه نتعظ منها ونتعلم منها. اذا ما تعلمنا رح يرجع التاريخ يعيد نفسه بسيئاته بكل بعد الفاصل رح نتابع الحديث بهالموضوع وبالمواضيع الاخرى معك استاذ نوفل. لحظات ونعود. نعود لمتابعة هذه الحلقة مع الأستاذ نوفل ضو. طالما بدأنا بالقسم الأول الحديث عن 11 تشرين الأول، بس رح أبقى بنفس العنوان للإشارة إلى أنه مقالة حسين عاصب الديار كمان بتقول اليوم أنه العماد عون مرتاح لمتغيرات الإقليم، يعتقد أنها تصب لصالحه ويستغرب بالتالي الدعوات لسحب ترشيحه والتوافق على مرشح رمادي وسطي بلا طعم ولا لون، وهو يشعر بأنه بات أقرب من أي وقت مضى إلى قصر بعبدة الذي لطالما طمح إلى التربع على كرسيه. يعني يقال بهالمجال أنه شخصيا عم بيتولى الاتصال والإعداد لتظاهرة 11 تشرين الأول. هل بعد يعني إذا كان العماد عون بهذا الشكل يعطي الاهتمام لهذه التظاهرة، ما الذي سيدفعه للتجاوب مع الدعوات للحوار هذا الأسبوع؟ يا ستنا بده برجع بقول لك أنا يأسان من إنه العماد عون يقتنع، بس أنا بنفس الوقت بدي أسأل إذا العماد عون طلع 100,000 على القصر الجمهوري، نعم هول 100,000 بيجيبوا رأي جمهورية؟ بفرج إنه معه حق بمكان معين. طيب عال أوكي، معي كل الحق وما عندي القدرة، ومعي كل الحق وعم بنزعوا بتصرف سيء، معي مليون دولار ورايح اصرفهم على قمار، شو بينفعني؟ طيب اذا تجاوب مع الحوار هول ثلاث ايام بكون عنده نفس الزخم ل 11 تشرين؟ مشكله ما لها علاقه لقصه الحوار بقصه ما لها علاقه، يعني ما بتاثر انه اليوم يعني. المعركه كانت بالزمان المعركه عمرها ما تكون حكومه اذا ما في جبران باسيل وزير، وهلا عمره ما يكون بلد اذا ما في شامل روكوز قائد جيش. ما بتمشي البلد بهالمنطق يا ست رولا، انه نعم. عن جد العمليه منا قصه هيك انكاي شخصيه بالعماد عون او اللي بدك اياه، بس ما بتعتقد انه المشكله مش بوصول شامل روكوز؟ انا بدي اسالك بمكان انا آخر. بدي اسالك سؤال ثاني اليوم، وساله امبارح زميلنا جورج صليبي للوزير الياسمين نعم. صعب وهو. قال له لو كان شامل روكوز مش تيار وطني حر، ولو كان شامل روكوز مش صهره للجنرال، برايك كنا عملنا معركه سياسيه بالبلد طويله عريضه هلا كرمال موضوع الترقيات؟ هلا جاوبوا لا القصه مش شخصيه والقصه لا مش صحيح، انه لو حيالله ضابط راح على التقاعد اليوم حدا كان سال عنه؟ طيب شو هالمنطق؟ شو هالمنطق؟ انه في شيء مش طبيعي باللي عم بيصير بالبلد، في شيء مش منطقي باللي عم بيصير بالبلد، في تصرف شخصاني عم بيودي البلد لكارثه طويله عريضه لازم نطلع منه. نعم، ولكن السؤال هنا عن موقف حزب الله يلي كمان الشيخ نعيم قاسم قبل يومين رجع وقال ما رح نسمح لحدا بكسر العماد عون. ليش حزب الله هذه المره ما عم بيتميز عن العماد عون بخلاف مرات سابقه؟ شو بده احسن من هيك؟ العماد عون ما بده استقرار حزب الله ليطمن باله، يعني هو طمن باله، عامل الحوار مع تيار المستقبل وضامن انه انفجار بالشارع ما فيه، وبضل معطل المؤسسات، شو المشكله؟ اخذ كل اللي بده اياه بالقوه، اخذ القوه والمؤسسات اخذها بيتحكم فيها مثل ما بده، اللي بده اياه بيمرقوا اللي بده اياه ما بيمرقوا. اليوم في جلسة للحوار رقم 19 بين المستقبل وحزب الله بحسب ما كتبت جريدة المستقبل، وفيها استعادة للاتصالات بين الفريقين. تعتقد أنه على ممثلي تيار المستقبل بهذا الحوار شيء ما، يعني تغيير شيء ما بمقاربتهم للمواضيع، أم كمان هيدا ما له علاقة بهيدا؟ أنه تنكون واعيين وصريحين، أصدقائنا بتيار المستقبل وأصدقائنا بالقوات اللبنانية واحد منهم عم بتحاور مع العماد عون والتاني عم بتحاور مع حزب الله. انا رايي الشخصي من الاساس انه فالج لا تعالج، هذه كل الامور ما بينفعوا. هلا انا برجع بقول لك انه هذان الحواران يلي ما راح يوصلوا لمطرح ما بيحرزوا لمشكل
مع القوات اللبنانية ولا بيحرزوا لمشكل مع تيار المستقبل. نعم. وبالتالي انه في عملية تضيع وقت عم بتصير، في عملية ربح وقت عم بتصير، في عملية البديكة ماشي. نعم. هلا وجهة نظرهم لاعتبارات معينة لها علاقة بالشارع المسيحي ولها علاقة بالشارع الإسلامي وبالتوترات وباللي بديك فكفك التوتر ومحاولة استيعاب الشارع أكثر شيء ممكن. ما حدا منا في يعمل مشكل مثل ما قلت لك لا مع القوات ولا مع تيار المستقبل كرمال كرمال هدف له علاقة بعدم توليع الشارع، مش هيك؟ هلا واضح انه بالمقابل على المستوى السياسي وعلى المستوى الاستراتيجي هودي ما رح يوصلوا لمطرح. والدليل انه دكتور جعجع نفسه بيقول انه خي شو بدي انزل اعمل على حوار ما بيوصل لنتيجة. بتقولي لي كيف بيقول هيك على حوار ما بيوصل لنتيجة؟ بيحكي مع العماد عون. بيحكي مع العماد عون بيقول لك انه ايه تحت الحوار انه في شغله لها علاقه بتنفيذ احتئام بشارع مسيحي. حيدي هذا الموضوع طالما الموضوع الاساسي والاستراتيجي ما عم تدفع حقه قوى 14 اذار، علما انه انا برايي نعم ولكن انكفاءه انا برجع بقول لك انا برايي عم بدفع البلد، الانكفاء عم بدفع البلد، والانكفاء مش بس عم بدفع البلد، الانكفاء كمان عم بدفع 14 اذار ثمن تجاه جمهورها. نعم. يلي صار اليوم جمهورها عم بيسألها انه ما بدكم تعملوا معركة سيادة واستقلال، فهمنا بدكم تعملوا معركة فساد، لكن بس اذا نعم. ما بدكم تعملوا لا معركة فساد ولا معركة سيادة واستقلال نحن صرنا كلنا سوا بنصير بالطريق ورا ما بعرف الحراك المدني هي. وبالتالي هذه اشكالية للبحث ايضا. كمان يعني بدي ارجع لموضوع الحراك، بس بدي ابقى بموقف رئيس بري يلي سألته جريدة الجمهورية عن مسألة التعطيل، بيقول انه تعطيل اي فريق للحوار اقفال للباب على نفسه ويغمز من قناة فريق سياسي بالقول، المهم الا يقال بالخارج عكس ما يقال داخل اربعة جدران. مين قصده الرئيس بري بهذا الكلام؟ ما بعرف اذا قصده التيار الوطني الحر. قصده التيار الوطني الحر ولا تيار المستقبل؟ ما بعرف انه هو عم بيقول اللي بيقفل الحوار على حاله، مين عم بيقاطع الحوار؟ هلا الا اذا كان عم بيوزع الرئيس بري موقفين مختلفين عن اقفال باب الحوار وعن القول بالداخل عكس. هلا واضح انا برجع كمان على وجهه نظري هون انه الرئيس بري هو الوجه الاخر لحزب الله. نعم. وبالتالي كل رهان جماعتنا ب 14 اذار ان كان تيار مستقبل او قوات لبنانيه بس يحكوا عن الرئيس بري، بيحكوا عن الرئيس بري الضامن للتوازن. ليش عم يعطوا هالباسك و 14 اذار؟ ما بعرف يعني يمكن لانه ما في بديل عنه. ما بعرف يعني اذا عم بيبيعوه من بضاعته او اذا انه عن هالقد مغشوشين يعني، بس انه ما بتصور انه مغشوشين لانه يعني على الاقل جربوه من سنه 2006 لليوم وشافوا انه الرئيس نبيه بري ما بيعمل شيء لا بالحوار ولا بغير الحوار الا لفك الطوء عن رقبه حزب الله. طلال سلمان بهذا المجال بيقول الحوار ناطر الخارج باجازه الانتخابات الرئاسيه والاجازه تنتظر التفاهم بين طهران وواشنطن، بين طهران وواشنطن ولا بين طهران والرياض؟ أنا بتصور إنه لا بقى بين طهران وواشنطن ولا بقى بين طهران والرياض، صارت المشكلة أو اليوم صار الحل بين روسيا وأمريكا. وبالتالي عودة للحرب الباردة يعني إلى حد بشكل ما مختلف؟ يعني بشكل مختلف أو اللي بدك إياه، لأنه اليوم يعني التدخل الروسي بالشكل اللي عم بيصير بسوريا سواء كان الهدف منه الإطاحة بالمعارضة للآخر أو الهدف منه المحافظة على النظام، ورقة النظام في سوريا وورقة سوريا لم تعد بيد إيران، أصبحت بيد الاتحاد السوفيتي الجديد يلي هو نعم. بوتين بقى يعني بدنا ننطر رئيس بنكهة روسية ما مش بالضروري يعني برجع بنقول هون أو ما له علاقة الموضوع يعني لبنان دائما بيعتبر أنه لبنان هو بما أولوية الاهتمامات في حين برهنت التطورات عكس ذلك. هلأ برجع يعني بقول لك على طول لبنان هو نتيجة ما يجري مش هو سبب فيما يجري. نعم. وبالتالي اليوم إذا راحت الأمور في اتجاه تسوية، اليوم أنا من وجهة نظر قائلي أنه الأمريكاني بده يقول لك إذا كنت أنا بين خيارين اتفاوض مع إيران كقوة إقليمية لحل الوضع بسوريا أو اتفاوض مع روسيا كقوة دولية لحل الوضع بالمنطقة، بقى أنا بتفاوض مع القوي، ليش بدي أروح اتفاوض مع صغير؟ وبالتالي اليوم يعني ممكن جدا ما يجري في سوريا لانه انا برايي اللي عم يعمله الروسي اليوم هو عمليه شو اوف اكثر ما هو عمليه عسكريه جديه، لانه اليوم هالطيارات السخوي اللي عم تطلع تضرب اول شيء عم بيقولوا الطيارات حديثه واللي بدك اياه انه الاهداف اللي عم تنضرب ما بدك لها هالقد يعني، وبالتالي الطيارات اللي اقل حداثه بس حديثه جدا موجوده عند النظام
قادرة بحد ذاتها أنه تعمل كل هذه العمليات لو كانت العملية تقنية عسكرية. يعني في عرض عضلات بهذا. أنا برجع بقول لك هيدي منا عملية تقنية عسكرية، هيدي عملية عسكرية سياسية. إلها علاقة استراتيجيا بالجيوبوليتيك، ما إلها علاقة يعني إلها علاقة بالجغرافيا السياسية. نعم. إلها علاقة بتوزيع القوى أكثر ما إلها علاقة بالتوزيع الجغرافي على الأرض. هون بينقال حتى أنه إذا ما دخلت بجيشها على البرية روسيا ما رح تقدر تحقق أي من أهدافها، أنه التحالف قد إيه له عم بيشن غارات ما برجع بقول لك اليوم أنه هذا اللي كنت عم بقوله، أنه إذا كانت قصة قصف طيران، نعم، نظام قادر يعمل قصف طيران بنفس الطريقة اللي عم يعملها بشوية دعم بزخير من عند الروسي. أما الدخول الروسي المباشر على الساحة وبالتالي القول من قبل الروسي الأمر لي، فهذا يعني أنه دور الحرس الثوري بإيران ما بقى في قاسم سليماني يقول الأمر لي بإيران، ولا بقى في السيد حسن نصر الله يقول الأمر لي بسوريا وإلى ما هنالك. وبالتالي اليوم قيادة العمليات العسكرية من جهة نظام بشار، أصبح نظام بشار ممسوك من الروسي بشكل مباشر، مثل ما لفترة سبقت كان ممسوك من الإيراني بشكل مباشر. نعم، ولكن هل إيران رح توقف مكتوفة الأيدي؟ شو بدها تقاتل ساعتها كمان إيران؟ هون رجعنا على سبع البرومبو يلي بده يقاتل أمريكا وبده يقاتل روسيا وبده يقاتل الشعب السوري وبده يقاتل اللبنانيين وبده يقاتل إسرائيل وبده بده 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 باليمن والسعودية. نعم. واللي بدك ما في، يعني برجع بقول لك شوية تواضع بالنظرة للأمور، شوية واقعية بالتعاطي مع الأحداث، عدم الرهان على أمور ما رح توصل لمطرح بالآخر، لأنه عن جد وقت اللي بتصير في اتفاقات دولية، نعم، إذا الصغير ما كان عنده الحد الأدنى من المناعة بيروح فرق عملي، ومش عطول الإنسان إذا كان مفكر يعني أنه هلأ نيب لا تشوفي سترولا وين، نعم، العقم السياسي وين صار، انه هلا العماد عون قاعد بالرابيه، انه بوتين عم بفكر كيف بكل هالعمليات كيف بده يجيب ميشيل عون رئيس جمهوريه، مش كيف بده يجيب ميشيل عون، كيف بده يبيع ويشتري، يبيع ويشتري بالمنطقه يعني. آه وصل لي حق، يبيع ويشتري، بده يبيع ميشيل عون ويشتري ميشيل عون، ما بده يعملوا رئيس جمهوريه، مثل ما انه رح يبيع، نعم، بشار الاسد ويشتري بشار الاسد. يعني اليوم اذا وصل لمرحله بكره لتسويه سياسيه في سوريا من بعد ما كان، نعم، الروسي أصبح صاحب كلمة قوية عسكريا على الأرض، وصار الديل على تغيير نظام بشار، أنه برأيك الروسي ما بيبعت بشار على البيت وبيحافظ على نظام هو ماسكه أكثر؟ نعم. طيب هون بدي أسألك، خلينا نرجع نتذكر البيريسترويكا قديش إجا عمل بآخر أيام الاتحاد السوفيتي، وطلعت البيريسترويكا وغورباتشيف واللي بدك إياه، بس سقط الاتحاد السوفيتي بقي غورباتشيف؟ لا بس طيب أنا بدي أسألك واليوم عن الشكل اللبناني. واليوم هذه التسوية السياسية اللي عم تحكي فيها روسية حتى أنه اليوم المطلوب من بشار الأسد فرط النظام بإيده وتسليمه إلى مش للروس، إلى قوة سياسية تانية موجودة بسوريا، أو إلى جهة سياسية، أو إلى إدارة سياسية جديدة، شرط عدم ضرب المؤسسات تماما، عملية انتقال منظم بدل ما تكون عملية فوضى خلاقة مثل ما كانوا قالوا الأمريكان. طيب أنا شخصيا يعني أقرب لوجهة نظر الروس بهالموضوع تحديدا، أنه الانتقال المنظم أفضل بكتير من عملية الفوضى الخلاقة، لأنه بالنهاية الفوضى الخلاقة هي بينت أنها فوضى هدامة وليست فوضى مثل خلاقة مثل ما صار بغير محلات. بدي أسألك هون عن الشق اللبناني. طيب إذا كان في رهان على تطورات الخارج للإتيان برئيس، سؤال هل إذا اتفق المسؤولون اللبنانيون بيقدروا هن يفرضوا رئيس؟ اليوم كشفت جريدة السفير على ما أعتقد أنه البابا وجه رسالة للزعماء المسيحيين طالبون فيها بأنه يتحدوا ويتفقوا وينتخبوا رئيس للجمهورية، يعني بحور الكلام وبيدور وبيرجع لاتفاق الزعماء المسيحيين. أنا برجع بقول لك اليوم زعماء المسيحيين وحدهم ما فيهم يتفقوا على رئيس جمهورية ويفرضوه على المسلمين. ما بيقدروا؟ ما بيجوز. مين بيقدر يقول لهم ما بيجوز؟ برجع بقول لك اليوم 64 الفريقين المسلمين قالوا إنه يتفقوا ونمشي باتفاقهم. ما بعرف كيف بدي أقول لك إياها هذه الخبرية، بس إنه حفلة معنا شيء، إنه حفلة مزايدات وكل واحد بزت الطابع عند التاني. يلحقوا هالمزايدة؟ ما بدنا نلحق المزايد على باب الدار، لا ما بيسوى بالعملية، بدنا نكون واقعيين ونجي نقول، نعم، إذا جينا نتفق على انتخاب رئيس جمهورية بين المسلمين والمسيحيين بلبنان، نعم، لأنه هذه الشغلة ما بقى يجوز تكمل،
انه رئيس الجمهوريه بيقرروا المسيحيين وبيبلغوا المسلمين عنه، ورئيس الحكومه بيقرروا السنه وبيبلغوا الباقيين عنه، مش هيك عم بتصير بالرئاسات الاخرى؟ طيب بدنا نوقف ولا ما بدنا نوقف الموضوع؟ بدنا نوقف ولا ما بدنا نوقف؟ اذا شفت انه ما في مجال توقف تمشي بالموجه، اليس كذلك؟ ايه بمشي بالموجه اذا كانت تركيبه المسيحيين تشبه تركيبه المسلمين. نعم. جيبي لي عند المسيحيين قياده احديه تنشوف شو بنعمل. بس ما عم تر مشكلته العماد عون بده يعمل. نعم. مثل السيد حسن نصر الله، وهو مش مثل السيد حسن نصر الله. مشكلته انه بده يعمل مثل وليد جنبلاط، وهو مش مثل وليد جنبلاط، وبده يعمل مثل سعد الحريري، وهو مش مثل سعد الحريري. طيب شو بنعمل له؟ طيب شو بنعمل له؟ هوديك اذا اجى واحد منهم قال نبيه بري. نعم. رئيس ما بيلتقى شيعي يترشح مقابله. طيب خلي العماد عون اليوم قال انا مرشح للرئاسي، فيله على القليله اذا الشعب الماروني 700,000 في 700,000 مرشح للرئاسي. طيب شو بنعمل له؟ طيب ما اذا العماد عون هلا عم بيرفع معركه الدفاع عن حقوق المسيحيه. ايه؟ ما عم نلاقي طيب صوت. وانا وازن عم بيقف وجهه، يعني الدكتور جعجع صامت وكانه علامه رضا. كانه شو؟ انه كانه راضي. انا بدك يعني رايي، عم بقول له احترق بعد، روح. شو بدك تعمل رئيس؟ روح اعمل رئيس. انه شو بدك؟ نعم. دكتور جعجع يعمل معركه ثانيه على ميشيل عون، وشايفه معركه فاشله قدامه. طب اذا شايف البلد عم بيروح، طب شو دكتور جعجع ما بجرب؟ شو بجرب؟ جرب اللي مجرب. ما جربته لميشيل عون، جربناه من سنه 88. جربناه من 88 لليوم، شو وصلنا؟ كم حرب عملها ميشيل عون؟ كم خراب اتفاق عمله ميشيل عون؟ هل ممكن يجي الترياق عن طريق باريس؟ اليوم شارل جبور كتب عن لقاء أولاند المرتقب مع الرئيس روحاني بأواخر تشرين الثاني المقبل، وكل ما يتصل بالشأن الباريسي وال14 أداري سيكون موضع متابعة دقيقة. أنه هل تعتبر أنه بهذا اللقاء إما يتحقق الخرق أم لا؟ ما في خرق بهذا اللقاء ولا حتى بلقاء برجع بلك. ما القصة تجاوزت إيران. أنا باعتقادي القصة تجاوزت إيران. بس قبت باط إيرانية لحزب الله خليه يحضر طاول جلسة انتخاب رئيس. هلا إيران صار بدت تقسى أكثر وتلعب وراءها للآخر أكثر، لأنه عم بقلك إيران اليوم عم تخسر سوريا، ما بدها تيجي تقدم. نعم. لبنان هيك كمان بظهر البيعة بسوريا. إيران كان رهانة أنه يعني تلعب على التوازنات بين لبنان وسوريا لتاخذ اثنين. اليوم بالطريقة اللي عم بتصير، أنا قراءتي للواقع. نعم. إيران تخسر الورقة السورية لمصلحة روسيا، وبالتالي ستتشدد أكثر في لبنان، وما رح يعود عندها إلا ورقة لبنان على الأقل بالمرحلة القادمة. بعد الفاصل، الحكومة هل تجتمع أم لا؟ وملف النفايات ليش بعد لهلأ ما تطبقت خطة الوزير أكرم الشهيب؟ لحظات ونعود. بالموضوع الحكومي، استاذ نوفل داو، اليوم اوساط الرئيس سلام بتقول للواء لا دعوه لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، علينا الانتظار ما ستسفر عنه جلسات الحوار يلي رح تنعقد هذا الاسبوع. الرئيس سلام لاي مدى ممكن يضل صابر بهذا المجال؟ ما عنده حل، لانه انا برايي الرئيس كان هدد يعني بقلب الطاوله. الرئيس سلام ما في له بالطاوله، يعني الواقع اللي نحن فيه اليوم الطاوله مقلوبه وخالصه، يعني ما حدا في يقلبها، لانه اوطى من هيك ما بقى فيه، ما بقى فيه اسفل من ما وصلنا اليه. لهالسبب رئيس سلام انا برايي عم يعمل نوع من الحرب النفسيه عليهم، ليجرب نتفه صغير ياخذ بالحد الادنى. بس اليوم انا بدي افترض رئيس سلام طلع على الشعب اللبناني وقال لهم قدمت استقالتي. لمين بده يقدمها؟ او بغير لمين بده يقدمها ومين بده يقبلها؟ واذا قدم استقالته والشعب اللبناني قبل له اياها، وبكره اخر الشهر بده يصرف معاشات الموظفين، مين بيمضيها؟ بدها هذه الحكومه تمضي، وبالتالي هذه الحكومه قدر اللبنانيين الى ان الى ان ينتخب رئيس جمهوريه، وبالتالي طيب. كل هذا الكلام اللي عم ينحكى اليوم انه بلا حكومه وبلا كذا، ما في شيء رح يتغير. طيب هل قدر اللبنانيين انه هلا بلش الشتاء اليوم وموضوع النفايات منحل؟ الوزير اكرم الشهيب قال للنهار انه تحضير مستمر باصرار بعكار ليكون مطمر، وستستمر الجهود رغم الاعتراضات. ليش ما عم بيقدر الوزير شهيب وتاليا الحكومه انه تطبق قرار اخذته تقريبا باجماع كل عناصرها؟ اول شيء بتكاذب اجماع جميع عناصرها، هي اول شغله. شو بتقصد؟ يعني كلهم كذابين. ليه؟ ما حدا بده بالنهايه كلهم بدهم يبقوا تحت الزباله، كلهم مش بدهم يبقوا تحت الزباله، كلهم بدهم يستفيدوا من الزباله. ماديا تقصد ام سياسيا؟ طبعا 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 ماديا طبعا بدون شك. هلا شغله ثانيه،
قصة التعاطي الحكومي والدولي مع موضوع زبالي صارت مثل قصة جحا والديب. كل مرة دخيلكم اجى الديب ما بيكون في ديب، بيكون عم يمزح مع الضيعة، بعد شوي بيجي الديب عن جد ما بيلاقي حدا، ما بيلاقي حدا. نحن اليوم الناس ما عاد عندها ثقة بالدولة. نعم، هذه مشكلة من المشاكل. هو يمكن هذا السبب الرئيسي. هذا السبب، بس هذا الشيء ما بيعني انه الناس معها حق باللي عم تعمله، يعني انه الرأي العام فقد ثقته بالحكومة عن جد، ممكن وهذا حقه وكلنا فقدين ثقتنا بكل هذه التركيبة السياسية، بس هذا لا يعني أن نصبح رفضيين بالمطلق لكل شيء. هون عم تقصد الحراك اللي عم يصير مدني؟ عم بحكي الرأي العام، جو الناس، يعني اليوم نحن وصلنا لمطرح إنه ما بقى في ضيعة أو إخراج ضيعة يقبل يتحمل مطمر نفايات أو معمل حرق للنفايات أو اللي بدك إياه، طيب شو بنعمل؟ إنه كمان هذا المنطق العبثي والرفضي بالمطلق، هذا ما بوصل لمطرح منطق عنزي ولوطاري، انه شو بعمل؟ طيب شو بتعمل اليوم؟ اذا بالشمال ما بدهم وبالجنوب ما بدهم وبالبقاع ما بدهم وببيروت ما بدهم وبجبل لبنان ما بدهم، شو بنعمل؟ طيب اليوم اذا قلنا انت برايك اللي عم يرفض المطمر باصرار رح يقبل معمل حرق؟ بيقبل معمل فرز؟ بيقول لك ما بدي زباله تفوت لعندي، بدي اوقف اقطع الطريق على كل كميون زباله. طيب شو الحل؟ اذا كان الحل بالفرز يلي هو طريقة تقنية بيطرحوها البعض مش مقبول أو ما له مطرح نعمل، ولا بالتمر مقبول، ولا بالمحارق مقبول، بمعزل عن شو التقنية الأنجح. الناس ما بدها تشوف زبالة بضيعة وبمناطق، بس عم بتشوفها على باب بيتها. طبعا هون لهالسبب عم بجيب لك الحكومة تتحمل مسؤولية، لأنه هذه مش هذه الحكومة تحديدا، حرام، الطبقة السياسية في لبنان أصبحت من التفليس بأذهان الناس بمكان انه ما عاد حدا قابل ولا قادر يصدق اي شغله بتقول. البعض بيقول انه ما عم تقدر بقى القيادات السياسيه تمون على الشارع بمطرح، لانه رح اقول لك شغله، القيادات السياسيه من شو عم تعاني مشكله اليوم وتحديدا عند جماعه 14 اذار مثل ما عند الاخرين، او عند الاخرين وضعهم احسن، ليش؟ بدرجه اقل. ليش؟ نعم. ليش وضعهم احسن؟ انا تنحكي صراحه، لانه الاخرين مدندلين بالفساد وهن سبب الفساد، انا برايي 80% من فساد البلد هن سببه، ولكن رافعين معركه اسمها معركه مصير وعم بيخوضوها، وبالتالي بيقولوا للناس يا اخي طولوا بالكم على الفساد، في عنا هلا شو بدنا نحن؟ حسن نصر الله بيقول لهم للناس تعالوا يا اخي بدنا نجيب لكم البلد كله، بدنا نحرر القدس، بدنا نجيب من هون لطهران، بدنا نعمل محور طويل عريض. نحن جماعتنا بالمقابل شو؟ متهمين بالفساد، متهمين بالفساد ورايحين يفاوضوا مع حزب الله. طيب ناسهم لشو بدها تمشي وراهم؟ ناسنا انا اليوم اذا بدي ارفع شعار وقول لهم للناس انزلوا، عشو بدي انزل؟ طيب الحراك ليش ترح تحولوا علامات استفهام وقت اللي سالتك عن الحراك؟ نعم. هل تشعر انه يعني منه بريء بمحل معين؟ مش هذا السبب، يعني مش هذا السبب، بس قد لا يكون بريء وقد يكون انه تحركه يمكن يستغله البعض الاخر واللي بدك اياه وعظيم، بس انا بجي بقول الحراك كحراك انا ضد مبدا الرفض بالمطلق، يعني العبثيه في الرفض. انا ما بدي هاي، طيب شو بدك؟ هاي الدوله مسؤوليتها. اخي شو ده طرح لي حل؟ ما في انا اجي اقول ما بدي شيء، انا بقول هيدي الشغله ما بدي اياها وبديلها هو كذا. بس اليوم اذا بيجي بقول ما بدي زباله والبديل هو محرقه، نص اللي عم بيتظاهروا بيكملوا يتظاهروا. اذا بقول البديل هو مطمر، نص اللي عم بيتظاهروا بيكملوا يتظاهروا، واذا بقول البديل هو الفرز، نص اللي عم بيتظاهروا بيكملوا يتظاهروا. وبالتالي هذا الحراك ما عنده خطه هلا شوي بيجي بيقولوا لي مش مسؤوليه المجتمع المدني انه هو يلاقي لك، بلا مسؤوليه المجتمع المدني هو يكون عنده تصور، مسؤوليه الشعب اللبناني يكون عنده ثقافه سياسيه وثقافه اقتصاديه وثقافه بيئيه وثقافه اجتماعيه واللي بدك اياه، هو يقدر يدير الناس في اتجاه حلول، والا هذا المجتمع يلي هو بالنهايه عم بيفرز قيادات راح يروح ينتخب قيادات غلط على طول ويوصلنا لمطرح علي الامين اليوم بالبلد. الحراك من اجل الكهرباء كي لا تهمد الهمم، وبقول انه هالحراك امام مهمه انتقال من خطة النفايات نحو متابعة تطبيق، أو الكهرباء تبدو قضية جامعة لهذه الشروط. تعتقد أنه رح يمضي قدما بهذا الملف؟ ستنا بمعلومات الكهرباء بس تاخدي فكرة، نحن عنا بين 22 و 25 مليار دولار. نعم. هودي مصروفين على الكهرباء من أصل 70-75 مليار، يعني بالتالي نحن تلت العجز بسبب اللي عم نعانيه منه اليوم هو بسبب الكهرباء. هذا واقع ما في الناس تقبله، بس انا بيجي بسال سؤال، نزلت سكرت الطريق قدام شركه الكهرباء لوين وصلت؟ لوين وصلت؟ يعني اذا بدي انزل على شركه الكهرباء وحدا يقوم يقول الوزراء اللي تولوا الكهرباء من سنه ال 90 لليوم 85% منهم هن محسوبين على 8 اذار اليوم، واحد رفع صوره الرئيس نبيه بري رح ياكلوا متظاهرين قتله،
واذا واحد اجى قال التيار الوطني الحر باخر خمس سنين سجال بين الوزير علي حسن خليل وجبران باسيل حول هالموضوع، نعم، ما الا يمكن البناء عليه للدفع اكثر باتجاه الاضاءه على هالملف؟ شو بناء؟ بالعكس، هذا يعني يبنى عليه اكثر، تنقول انه هذا الملف اذا بقي بهذا الاطار من اللعبه الحزبيه رح يفوتنا بالحيط اكثر واكثر، وهذا الاطار الحقيقي يلي بخلينا نقول انه الحراك المدني، الحراك الشعبي يجب ان يتخذ طابع مختلف تماما، له علاقه بتحرك استراتيجي، له اهداف واضحه باعاده بناء المؤسسات في لبنان، وليس عمليا باعاده هيك بمحاسبات بالشارع وبحرتقات صغيره انه هذا سراق وهذا مش سراق، وبعلق له صورته بالقلب وبحط له صورته وطلعت ريحتك وحل عني وكفى واللي بدك اياه. هودي كلهم سوا تعبير عن نقمة شعبية. نعم. هذه النقمة الشعبية إذا لم يتم تأطيرها بمشروع سياسي واضح لن توصل إلى نتيجة. بختام حديثنا، من حيث بدأنا من الأزمة السياسية بشكل عام، أرمو حمصي بكاريكاتير النهار رسم من دون تعليق مستوعب نفايات، وقد علقت فيه أو علق بقفل مكنسة، ما عم نشوف الكاريكاتير، يعني وكأن الأزمة أزمة النفايات مقفل عليها شأن الأزمة السياسية في البلد. إذا بدك تعطي عنوان للمرحلة المقبلين عليها في لبنان، عشية استئناف الحوار، المزيد من الاهتراء وصولا للمؤتمر التأسيسي، يعني عم بيدفشوا الأمور بهذا الاتجاه، بس أنا بذكر تماما أنه توصلنا لاتفاق الطائف دفعنا 200,000 قتيل بالبلد، ما ممكن يكون على البارد الوصول لمؤتمر التأسيسي بفضل البارد. على البارد بفضل شو يعني؟ انه تعارق الامور، ليش هذا نحن اللي هلا اللي عم بيصير على البارد؟ بلد عم بينهار اقتصاديا، انه ما في تطورات امنيه، يعني مين قال انه اذا بدك توصلي لمرحله لمطرح انك تقشطي المسيحيين من النص للثلث ما بيصير معركه بالبلد؟ مين قال انه اذا بدك تيجي تعملي متالتي بالبلد وتشطبي من المعادله الطائفه الدرزيه وتاثيرها ما بيصير معركة بالبلد؟ مين قال؟ يعني برجع بقول لك شغلي اليوم، انه هذه الامور بالطريقة اللي عم تنطرح فيها، حلنا نتعلم كلنا سوا في هذا البلد انه الدنيا لا تأخذ غلابة على طول، يعني في مطرح من المطارح ما بدنا نفهم كلنا سوا انه البلد شراكة حقيقية. المسيحيين بكل اسف ما فهموا انه البلد شراكة الا من بعد مقتل بشير جميل اغتياله، ومن بعد حرب التحرير وحرب الإلغاء. السنة ما فهموا أنه البلد شراكي إلا من بعد اغتيال الرئيس الحريري. الدروز ما فهموا أنه البلد شراكي إلا من بعد نكبات الجبل وإلى ما هنالك. اليوم نحن عم نقول للطائفة الشيعية في لبنان ولحزب الله، تعلموا من المسيحيين وتعلموا من الدروز وتعلموا من السنة، ما تدفعوا ثمن بشكل باهظ مثل ما دفعوا الفرقاء الآخرين لتتعلموا. تعلموا من تجربة الباقيين وتعوا تروح على البارد على تسوية في البلد تحفظ المناصفة وتحفظ البلد، وما تجوا على تسوية من بعد ما تكونوا دفعتوا ثمن غالي جدا مثل ما الباقيين دفعوا. بهالخلاصة أستاذ نوفل ضو بكون وصلنا لختام حديثنا. شكرا جزيلا لك لحضورك، ولا أكيد كلامك الشيق إذا بدنا نقول. شكر للمشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.